كشفت مصادر من لجنة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في مدينة منبج يوم أمس الأربعاء أنه بصدد إصدار قرار يقضي بفرض حظر تجوال كلي في عموم المدينة بسبب تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأفاد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا أن تفاقم الإصابات في المدينة يعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، وأن المنطقة تعاني من نقص شديد بالتجهيزات الطبية، حيث تحتوي المدينة على 20 جهاز تنفس اصطناعي فقط، 5 منها في مستشفى الفرات التابع للجنة الصحية، والأجهزة المتبقية موزعة على المشافي الخاصة في المدينة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبد الرحيم السعيد، صحفي من القامشلي. مرحبا بك. لو تخبرنا عن آخر الأرقام للإصابات بفيروس كورونا بمنبج، قبل فترة سمعنا أيضا عن حظر قامت به قست في المنطقة. نعم، مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي تلفزيون سوري. أستاذ عبد الرحيم، يبدو أن هناك تقطع في الصوت، ممكن نرجع نعاود الاتصال فيك لنقدر نسمعك بشكل أفضل وتقلنا فعلا ما هي التفاصيل اليوم بمنبج. قبل فترة محمد أيضا تناولنا ذات الموضوع ولكن بمنطقتين أخرتين. صحيح، عم تسمعنا أستاذ؟ نعم أسمعكم، تسمعوني؟ يبدو أن الصوت يصل متأخر. نعم نسمعك، تفضل. نعم، إحصائيات كورونا في مدينة منبج اليوم، تم تسجيل 18 حالة جديدة للإصابة في مدينة منبج، لتصل عدد إجمالي عدد الحالات إلى 460 حالة تقريبا في مدينة منبج لوحدها. هذا العدد بحسب لجان الصحة في المدينة كبير مقارنة مع الإمكانيات الصحية في المدينة، وفي حال زيادة عدد الحالات فإن مركز الحجر الصحي لا يسعان سوى ل 126 مريض فقط، وفي حال ازدياد عدد الحالات المضطرة لحجرها فلن تستطيع لجان الصحية القيام بواجبها، لذلك فهو السبب الرئيسي للتفكير بفرض حظر كامل في مدينة منبج، مثل مدينة كوباني العرب التي تم فرض الحظر الكامل فيها، وأيضا مدينة المالكية ديريك التي تم فرض الحظر الكامل فيها نتيجة لزيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس. هل لديك تفاصيل أخرى؟ ثلاث مناطق. يعني الإجراءات التي ستتخذها الإدارة الذاتية ولجنة الصحة، مدة الحظر مثلا، تفاصيل أخرى، إجراءات أخرى للوقاية أو الحد من انتشار كورونا. نعم محمد، الإدارة الذاتية عادة عندما تفرض الحظر الكامل لا تفرضه أكثر من 10 إلى 15 يوم قابلة للتجديد، ولكن التجديد صعب جدا لأن الحظر الكلي يؤثر اقتصاديا على معظم السكان، خاصة نحن في موسم الحصاد والزراعة والزيتون، أيضا معظم السكان مجبرون للخروج لقطف الثمار أو للمعاصر أو لفلاحة الأرض. الآن مثلا في منطقة الجزيرة ومنطقة المالكية ديريك بالذات وقت زراعة القمح والشعير والعدس وغيرها من المحصولات التي انتخرت، فسيؤثر سلبا على المزارع. اليوم كمعلومة جديدة، اليوم قبل حوالي ساعة تقريبا تم إعلان رفع الحظر الكلي على مدينة المالكية ديريك والإبقاء على الحظر الجزئي فقط، رضوخا لمطالب السكان بأنهم لا يطيقون أو لا يستطيعون تحمل عواقب الحظر الكلي بسبب الأعمال التي يتوجب عليهم القيام بها بشكل يومي. طب عبد الرحيم، ذكرت لنا قبل قليل أن المشافي الموجودة في مدينة منبج ليس لديها القدرات لتحمل هذه الأرقام الكبيرة، طب في حال فعلا اليوم الأعداد لم تتوقف عن الازدياد، كيف يمكن أن يتم السيطرة على الوضع؟ هل ممكن نقلهم إلى مشافي في الحسكة أو مناطق أخرى مثلا؟ عموما إمكانيات الإدارة الذاتية بشكل عام غير قادرة على تحمل أعداد كبيرة، ولكن ما زال هناك مشفى متخصص في مدينة الحسكة باسم مشفى كوفيد 19، هو أكبر مستشفى في شمال وشرق سوريا يستطيع استيعاب حالات كورونا. في حال كانت الأعداد يعني نقول ضمن العشرات فقد يستطيع هذا المستشفى تحمل أعداد المرضى، ولكن لكن إن ازدادت وصلت إلى المئات فلا يمكن للمستشفى، هذا المستشفى بالذات وبالتالي يمكن الإبقاء على حظر المنطقة مثلا، حظر منبج بما فيها.
يعني كما قلت هو ضمن المشاريع الإدارة الذاتية فرض حظر كلي في حال ازدادت أو بقيت الأعداد. نعم. الأعداد اليومية تتزايد بهذه الحدة أو بهذه الشدة. طيب يعني هل هناك تدخل من قبل منظمات دولية يمكن أن ترسل المساعدات؟ هل هناك يعني مطالبات أو تعاون مع منظمات يمكن أن تمد يد العون في سبيل تأمين أجهزة أو ما شابه لمنبج؟ محمد، منطقة منبج باعتبارها منطقة خاضعة لسيطرة مشتركة من قسد والنظام وروسيا، بحسب المعلومات فإن وجود المنظمات في تلك المنطقة قليل مقارنة مع وجودها أو دعمها لمناطق مثل دير الزور أو الجزيرة أو مناطق أخرى. الخيار الوحيد أمام الإدارة الذاتية هو نقل المرضى من منبج إلى الحسكة أو القامشلي أو مناطق أخرى كريف دير الزور إن توفرت المشافي المتخصصة في مجال معالجة فيروس كورونا. نتمنى السلامة طبعا للأهالي. شكرا جزيلا لك صحفي عبد الرحمن عبد الرحيم السعيد من القامشلي.